السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم الصحه؟ نتوما لاباس؟ تمنى تكونوا في احسن حال، تكونوا كما تنقول لكم دائما اليوم خير من البارح، وحنا ديما كنتفائلوا ديما غنبقاو متفائلين ان اللي جاي غيكون احسن من الايام اللي دازت. كنتمنوا اخوتي ربي يرفع علينا هذا البلاء في اقرب وقت ان شاء الله، ويتهز علينا هذا الوباء هذا وهذا الفيروس وترجع حياتنا طبيعيه. ديما كنتمنوا في جميع الفيديوهات ديالنا كنطلبوا من رب العالمين ان ربي يرفع علينا هذا البلاء وترجع حياتنا طبيعيه ونرجعوا مزيانين. صراحه توحشنا، احنا مازالين في مصر، مازالين ظروفنا ما عرفناش امتى الطيارات، مازالين ولكن متبعين الاخبار في بلادنا وكنعرفوا شنو كاين، وكنطلبوا من ربي الحبيب انه ربي يعاون بلادنا ويعاون المسلمين ويعاون كل شيء ان يقضيوا على هذا الوباء في اقرب وقت، وان شاء الله ترجع امورنا الطبيعيه. تحيه لكل شيء، الله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا تاج فوق راسنا، الله يخطي علينا. صراحه كنطلب وكنتمنوا اننا نرجع في اقرب وقت، ولكن مصلحه بلادنا وعائلتنا واهلنا وكل شيء هي الاولى. هذا علاش كنضطروا اننا نصبروا ونبقاو هنا وكنخلقوا واحد الجو مع بعضياتنا، باش ماشي معناتها اننا كنفرحوا ولا كنضحكوا ولا كنديروا شي حاجه باش اننا احنا يعني ناشطين. احنا عارفين الناس اللي كيموتوا والناس اللي كيعانيوا والناس اللي كيعيشوا ومعاد، ولكن غير حنا باش نفوجوا شويه على روسنا، باش حتى حنا ما نعيشوش هذاك الاكتئاب والالم هنايا، حيت الناس راه صعيب الحال. جاو غير على اسبوع او على 15 يوم على واحد الفتره، ومن بعد تصدقوا محاصرين ما عارفينش امتى، حيت ما عندناش شي تاريخ، وخصوصا ان رمضان على الابواب. وكنتمناو وبغينا نرجعوا ندوزوا رمضان مع عائلتنا ومع احبابنا، وحنا اي حاجه كديرها دولتنا وديروا مالكنا وكديروا حكومتنا الا على راسنا من الفوق، وحنا معاهم ودائما نتضامنوا معاهم وما عندنا حتى شي مشكله من اجل المصلحه العامه. اليوم اخوتي اخواتاتي الفيديو اللي كاين اليوم ديال الناس اللي بغيت نوجه لهم انا من عندي تحيه شخصيه، اللي تبارك الله عليهم وما شاء الله عليهم، اللي هما ديال الدرك الملكي كلهم والامن والحكومه، المهم كل شيء اللي كيقوم بالمجند من اجل هذا الوباء، حتى المواطنين اللي انهم مجندين انه باش يقصوا في ديورهم ومتحملين الحصار من اجل المصلحه. ولكن هاد الناس لانهم كيخدموا بوحديتهم، وخصوصا الناس اللي في القرى، انا كنهضر على الناس اللي في القرى، وبالضبط غادي نهضر على الناس اللي كاينين في جماعه ايت بوبيدمان اللي باقليم الحاجب التابعه لمكناس، الدرك الناس ديال الدرك الملكي ديالها، الناس ديال البشويه، القياده، القدم، المهم كل شيء، حتى من القوات المساعده، كل شيء اللي كيخدم باش انه، لان هذوك الناس تما تمارتهم ومشاكلهم كتر. علاش؟ لان الناس اللي كيكونوا في القرى كاينين مساحات بزاف، كاين الفيرمات، كاينين يعني الجرادي، كاينين بزاف الناس متلعين وما كيفهموش وكيديروا داك التجمعات وداك الشيء، كيتخبعوا تحت الشجر او هادي باش، ولكن هما مصرين على انهم يحميوا المواطن في ما بغى يكون في القرى او لا في المدن، وفي ما بغى يكون في الفلاحه او لا في هادي، في ما انه يدخل حتى هو باش ما يتأذاش، وخا كيعرضوا نفسهم هما للخطر وهما كيتعرضوا للامراض وكل شيء. شفت هذا الفيديو وعجبني بزاف، وبغيت ندير لهم تحيه والف سلام ليهم، وشكرا لكم بزاف والله يحفظكم. يعني حتى الناس اللي في العروبيه خدامين على قدم وساق انهم باش يحميوا المواطن فيما بغى يكون، تيقلبوا عليه في الشجر، وانتم غنخليكم تشاهدوا الفيديو، تيقلبوا عليه في الشجر وكل شيء باش يحميوه باش يدخل لدارو وما يتأذاش. الف تحيه، نعطيكم سلاما من هنا، شكرا لكم للدرك الملكي ديال جماعه ايت بوميدمان باقليم الحجب والبشويه والقياده، كنقولها المره الثانيه، وكل الناس اللي مجندين وخدامين شكرا لكم بزاف. شوفوا الفيديو ونرجعوا في الاخر. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، السلطات والدرك الملكي تابعين الاشخاص اللي هما ما كي راسهم قاصح ما بغينش يدخلوا ديورهم، ومشاو هربوا لهم حتى الفارم وتبعوهم، ومشاو ما خلاو حتى شي طرف هنايا في العروبيه في بودربلاء اقليم الحاجب، يعني بلا الشوارع والازقه والحومات كلهم سلاوهم، والحمد لله كيتسرعوا لهذوك الاشخاص اللي هما كينفردوا تيبغيو يبعدوا باش يجتمعوا في بلايص اللي هما بعادين في المناطق الفلاحيه. وهانتكم ما كتشوفوا معنا رجال الدرك والسلطه وقائد المركز ديال قياده ايت بوبيدمان وقائدا الدرك الملكي المركز الترابي بودربلاء، يعني دائما يوميا كيديروا حمله تمشيطيه، يعني كل شخص يدخل لدارو يوميا يوميا، وهذا هو هذا الشيء اللي كتشوفوا راه يوميا في بودربلاء اقليم الحاجب. وتحيه كبيره لجلاله السلطه، وكملوا معنا الفيديو وغادي تشوفوا كاع التمشيط ديالهم اللي تيديروا، ويعني وكيطبقوا حرف بحرف اعلان حاله الطوارئ الصحيه، لان هذا الشيء في الصالح ديال الساكنه باش انهم يدخلوا ديورهم، راه هذا الشيء ما معهش اللعب. اجي لهنا، اجي فاغد، 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 اج
اجي انت دارك عندي دارك ولا خويا انتم اخوتي اخواتاتي شفتهم كيفاش تيقلبوا عليهم وكيفاش كيجبدوهم وكيفاش هادي يعني كيديروا كل ما خدمتهم رغم ان يعني راه بلاد زعما شويه القريه ماشي هي المدينه وكلشي يعني فيها بعيد وكلشي بزاف ولكن هما دايرين الواجب ديالهم كلشي في هذا المرض الا وتجند وكان يد وحده باش انه يقضوا على الفيروس وباش ان كل تا مواطن ما يتأذى وحتى واحد ما يفقدش واحد من العائله ديالو الا اللي فقدوا راه لا اله الا الله وصافي كنقول طلبوا له الرحمه وتنطلبوا لعائلته الصبر. شكرا لكم اخوتي اخواتاتي بزاف وهذه تحيه كانت لي لدوك الناس اللي انا بغيت نوجهها لهم تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم شكرا لهم كاملين كاع القوات المساعده ولا الدرك ولا الامن ولا اي واحد في هذا واللي مجند انه باش يخدم بدون استثناء بدون اسم كاع شكرا لكم بزاف 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 كنتمنى ربي يعاونكم ويوقف معكم ويحفظكم وان شاء الله ترجع الامور سالمه لينا واكبر تحيه لقائدنا الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وخليه لنا. خوتي الى عجبكم الفيديو بارطاجيو واشتركوا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وشكرا لكم اخوتي اخواتاتي وما تحرموناش من الدعاوي ديالكم باش ان شاء الله نرجعوا سالمين غالمين وباش يعود يعم السلام والامن وترجع امورنا طبيعيه في بلادنا وبلاد جميع الدول المسلمه كامله. شكرا لكم خوتي اخواتي ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله مع تحيات فاطمة كنسية قناة يوميات زعيمة. شكرا لكم خوتي.